عد 1 2 3 كده 1 2 3 كده. ايه رايك في الجو ده بقى؟ تمام تمام. انت حسيت انك بتترعش من كتر النجاح؟ في اول يوم طلعت فيه على المسرح بعد ما غنيت اغنيه بحبك يا سمراني، وده كان من زمان قوي بس لسه فاكره كانه حصل امبارح. اي ظاهره في الطبيعه بتقول لها يا سحراني؟ المطر. ليه؟ عشان بيحسسني بالرومانسيه جدا. انت رومانسي بنسبه كام في الميه؟ معدي 100%. انت الرومانسيه تجف بعد الشر؟ لا ما اعتقدش ان بالنسبه لي ممكن تجف قبل. انت تحس انه غبار القلق مش مهم بالنسبه لك؟ صعب ان القلق ما يكونش مسيطر على شخصيه اي فنان، وخصوصا لما يكون بيحب شغله وبيحب جمهوره.